تشيلسي فولهام الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليغ شاهدنا كيفاش وين المباراه صعبه مباراه اللي شاهدنا فيها يعني الشوط اول 0-0 يعني ونقولوا باللي تشيلسي وين اضاع الكثير اضاع فوز كبير لو سجل اي هدف برك لكن شاهدنا كيفاش تشيلسي وين نقولوا باللي ضيع فوز كبير شاهدنا وين حكيم زياش اللي لعب يعني شاهدنا حكيم زياش اللي لعب 60 دقيقة شاهدنا كاي شاهدنا يعني وين كونار يعني انزو شاهدنا ماسون يعني ريس تيغو سيلفا مارك يعني شاهدنا وين نقولوا رغم ذلك وين كانت مباراة شيقة شاهدنا رحيم دخول رحيم ستيرلينغ يعني في مكان حكيم زياش شاهدنا وين ماتيغو شاهدنا وين نقولوا باللي رغم ان وين كانت المباراه اللي كانت صعبه يعني شاهدنا وين رغم ذلك وين كانت المباراه قويه مباراه اللي كانت في القمه يعني رغم ان ما كانش الاهداف لكن شاهدنا مباراه يعني وين نقولوا باللي وين فولهام يعني وين لعب بقوه فولهام الذي يعرف كيفاش شاهدنا بين نارد يعني في ليون في الحراسه انتوني شاهدنا تيم ريم عيسى ديوب كيني تايتي شاهدنا جانو هيرسون يعني وين ويليام اندرياس اسكندر شاهدنا رغم ان زوج تغييرات فقط وين مانويل وهاري ويلسون يعني اللي دخلوا في الشوط الثاني لكن بدون جدوى امام يعني وين نقولوا باللي رغم ذلك وين مانشستر يعني قلت لك مانشستر تشيلسي وين لعب بقوه تشيلسي اللي لعب يعني من اجل الفوز لكن بدون يعني نقولوا باللي بدون يعني المباراه تاع اليوم وين ماشي سهلة مباراة اللي وين نقولوا بلي المباراة اللي كانت قوية جدا مباراة اللي تلعبت يعني في اتجاه واحد خاصة تشيلسي اللي نقول بلي ضيع الكثير يعني في هذه المباراة ضيع الكثير شاهدنا الشوط أول الشوط الثاني يعني وين ضيع الكثير من الأهداف يعني رغم ذلك وين شاهدنا 70% نسبة استحواذ تشيلسي 659 تمريرة تشيلسي فولهام 243 30% نسبة استحواذ هذه هي المباراة وين نقولوا بلي تشيلسي اللي دخل بخطة 4-3-3 فولهام وين دخل بخطة 4-2-3-1 هذه هي المباراة كانت قوية وين تشيلسي فولهام الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليغ الجولة 22 ما تنساوش عطونا جيم كومنتر وبارطاجونا لي فيديو تاعنا باش ديما يوصلكم جديد ان شاء الله بربي واللي مشي ابوني معنا.